أيها الأخوة، أرجو أن يتفضل الدكتور عبد الرحمن النعيم بقراءة الأسئلة. نعم قراءة الأسئلة لا بد من شروط ثلاثة تلتزم بها. شروط ثلاثة لكن خفف في شروطي. قلها. أولا موافقة النحو. لعلنا إن شاء الله تحرجنا يا شيخ الأخوان الحين. لعلنا إن شاء الله نفعل ذلك. الثاني حسن الأداء إن شاء الله. أما على الصوت فليس إليك، هذا من الله عز وجل. نعم. فلن يسبق صوتي صوتك يا شيخ. بارك الله فيك. هذا الثالث أداء الصوت الجميل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. حقيقة أنه كل الأخوة سعدوا وسعادتي مضاعفة بأني أتحدث إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك. كثير من الأخوة أرسلوا أسئلة الحقيقة، ولعلنا نأتي على الأسئلة التي أرسلت مبكرا، ونسأل الله أن يعين الشيخ الحقيقة فيها الكثير من التساؤلات، ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدده. أي نعم، لما جبت التساؤلات نعم يقول هنا موافقة للنحو ولا التساؤلات. التساؤلات المساءلات قد تكون. طيب في شيء آخر سمعت أولا، التواجد، تواجد فلان في المكان الفلاني، ترى هذه ما لها أصل في العربية، والصواب أن يقال الوجود، وجود فلان في كذا، أما تواجد غلط. هذه من فائدة. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. طبعا الأسئلة كثيرة، ويعذرني الأخوة الحقيقة سواء هنا في الرياض أو في جدة أو في القاعة الأخرى من الأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا، ينفعنا جميعا، وأن يعلمنا ما لم نعلم. آمين. وأن يبارك في شيخنا حفظه الله. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله. آمين. وأن يجزيه خير الجزاء، ولعلها إن شاء الله تكون بداية لقاءات أخرى إن شاء الله، إن شاء الله. متجددة إن شاء الله تعالى تكون بداية، وإذا شئتم أن نجعل لكم رحلة الشتاء والصيف لما لا تكون فصلية كل ثلاثة أشهر أربعة. على كل حال المسألة مين مشكلة. الله يجزاك. والتلفون والحمد لله موجود الآن. الله يحفظك. ومعروف. نعم. حسابك الله. وأنا أشكر الأخ الذي يلقي الأسئلة، ما رأيت عن عليه شيء أن يذكر. نعم. والله شهادة أعتز بها يا شيخ. نعم نعم الله يجزاك. وتقديري له أنه أخذ 90%. الله يجزاك. نقدر ندخل الجامعة يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك. نصلي مع بعض إن شاء الله في المكان الصلاة المخصص للأطباء بإذن الله. نعم، بين الألف واحد وباء واحد. بين ون وبي ون. طيب. إيش؟ حفظك الله. أنا ذكرتها بالعربي فلم يعرفوها فترجمتها لهم بالإنجليزي. وهم عرب. الله لا يفهم. جزاك الله خير.